بختام زيارته موسكو، الدكتور الجعفري يؤكد أن سيادة العراق خط أحمر غير قابل للعبور والمساومة. تيار الإصلاح الوطني يواصل حث المواطنين على مشاركة فاعلة بالانتخابات ويجدد ضرورة اجتثاث المفسدين. البرلمان يستأنف جلسته اليوم وتأكيدات نيابية على أنها ستكون الحاسمة للتصويت على جميع بنود مشروع قانون الموازنة. أسلحة لا تقهر تحدث عنها بوتين تثير قلق الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة تدعو لحوار إيجابي لمحاصرة التوتر المتصاعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. اختتم الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية زيارته للعاصمة الروسية موسكو والتي التقى خلالها عددا من المسؤولين الروس. الدكتور الجعفري في تصريح لبلادي أكد أن الزيارة صبت باتجاه تعميق العلاقات العراقية الروسية والخروج بأفضل النتائج التي تنعكس على البلدين، إضافة إلى مناقشة ملفات متعددة ذات طابع سياسي واقتصادي وأمني. الزيارة على مدى الأيام الثلاثة المزمع قضاؤها هنا كانت حافلة بلقاءات مع السادة المسؤولين، وتناولنا ملفات متعددة ذات طابع سياسي واقتصادي وأمني ومجتمعي حتى وثقافي، ومن خلال المسؤولين الكثر اللي التقيناهم هنا في موسكو. بنفس الوقت التقينا أيضا مع المجتمعيات العراقية، وكانت أيضا بعض الشخصيات اللي تحدثنا معها أيضا هي معنية بهذا الاهتمام السياسي. كلها صبت باتجاه واحد وبوصلة واحدة، هو تعميق العلاقات العراقية الروسية والخروج بأفضل النتائج التي تنعكس على البلدين. وأنا أمل أن تكون هذه الزيارة بداية انعطافة لمزيد من الزيارات من الطرفين إلى العاصمتين، الطرف الروسي لبغداد والطرف العراقي لموسكو. الدكتور الجعفري شدد على أن الحكومة العراقية أمينة ومؤتمنة على الالتزام بسيادة العراق ولا تجامل في مسألة السيادة، مضيفا في تصاريح صحفية أن سيادة العراق خط أحمر لا يمكن تجاوزه ولا يمكن أيضا المساومة عليه. العراق خط أحمر لا يمكن تجاوزه ولا يمكن المساومة عليه، وهذا شأن دولة العراق اللي هو أكبر من أي حكومة عراقية، والحكومة العراقية أمينة ومؤتمنة على الالتزام بسيادة العراق. نحن لا نجامل في مسألة السيادة، ولا تزال شبح القواعد منذ مدة الحرب العالمية الثانية التي حصلت في كوريا وتركيا قاعدة أنجرليك وفي اليابان وكثير من بلدان العالم، جرت انتهت الحرب العالمية الثانية وبقت تلك القواعد ترهن هذه الدول وسيادة هذه الدول. ولذلك حتى في ما طلبنا من مساعدة ووجهت خطابا في عام 2014 في نيويورك من مجلس الأمن، وجهت خطاب لكن وضعت شروط واضحة أن لا تتحول هذه إلى بناء قواعد، إنما تساعد بطريقة العراقية الوطنية تحفظ للعراق سيادته واستقلاله وتنأى بنفسها من أن تبقى بشكل دائم وكأنها جزء محتل أو قاعدة عسكرية. كما أكد الدكتور الجعفري أن الدبلوماسية العراقية سوف تواصل الجهود لتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية لصالح البلاد. دبلوماسي عراقي كبير بالفترة الأخيرة وسيستمر الصعيد الإقليمي، وهذا جزء طافي، وأما الجزء الغاطس فهو أكثر. ستواصل الدبلوماسية العراقية نشاطها وحيويتها لمزيد من النتائج. كشف تقرير لموقع ميدل إيست مونتير البريطاني عن دور الدبلوماسية الخارجية العراقية البارز والمهم في تمتين العلاقة مع روسيا وأغلب دول العالم. ارتفاع ملحوظ تشهده العلاقات العراقية الروسية،
رسخته الزيارات الدبلوماسية المتكررة والمؤتمرات الرسمية المتعاقبة، فضلا عن الاتفاقات الجديدة بين الجانبين التي تركز على المصالح المشتركة الضامنة لحقوق وسيادة البلدين والاعتماد على التعاون المثمر وفق تقارب الرؤى. تقرير لموقع ميدل إيست مونيتر البريطاني أوضح أن عددا كبيرا من كبار المسؤولين العراقيين وممثلي العملية السياسية العراقية قاموا بزيارات إلى موسكو، آخرها زيارة الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقية للتباحث في سبل تمتين العلاقة بين البلدين، والتي تنم عن توافق مريح بين بغداد وموسكو كما هو الحال مع أغلب دول العالم. فيما أشار التقرير إلى أن العلاقات المزدهرة حاليا بين العراق وروسيا تمضي مستنيرة، يأتي هذا في وقت يؤكد فيه متابعون على الجهود الحثيثة التي تبذلها الدبلوماسية الخارجية في سياق إعادة العراق إلى دوره المحوري الفاعل في المنطقة والعالم. أمير غازي، قناة بلادي. أكد عضو تيار الإصلاح الوطني محمد الشكري على أهمية محاربة الفساد لإعادة الثقة مع المواطنين. الشكري وفي تصريح لقناة بلادي بيّن ضرورة التركيز على فئة الشباب خدمة للمجتمع. السلبيات على مستوى الساحة، نجد الفساد بكل أنواع ومتعدد الأنواع قد يتصدر تلك السلبيات. لذلك نحن الآن كمرشحين علينا الآتي: علينا ترميم مستوى العلاقة المتهرب بين المواطن والمواطن من جهة، وبين المواطن والمسؤول من جهة أخرى. هذا لا يأتي من فراغ يا سيدي، علينا أن نتحرك ببناء شخصية الإنسان العراقي الذي يكون المفتاح الأساسي لها هو معالجة الوضع الاقتصادي. فلا ننسى أن كثير من الكفاءات العراقية الآن من حملة الشهادات الأولية والعليا هم عاطلين عن العمل. علينا جميعا أن نفكر بالآتي: علينا أن نساهم في تعيين الخريجين الأوائل، علينا منح فرص واسعة للعمل لكل العراقيين بشتى أصنافهم من شمال العراق إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. تستمر دعوات تيار الإصلاح الوطني للمواطنين للمشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. هذه الدعوات تحمل أبعادا إيجابية، لا سيما أنها نابعة من إحساس بمعاناة المناطق المتعبة لاختيار العناصر النزيهة وتغيير الوجوه للنهوض بواقع البلاد. دعوة جاءت من قبل تيار الإصلاح الوطني بالمثنى للمشاركة بانتخابات مجلس النواب المقبلة. الدعوة حملت أبعادا إيجابية، لا سيما وأنها تنبع من إحساس بمعاناة المناطق المتعبة، فاختيار العناصر النزيهة كان من أهم الدعوات هنا. ندعو أبناء محافظة المثنى للخروج والمشاركة الفاعلة بانتخابات القادمة، انتخابات 2018 البرلمانية، ومن أجل تغيير الوجوه ومن أجل النهوض بواقع هذه المحافظة. ندعو كأبناء تيار إصلاح وطني في محافظة المثنى وفي عموم العراق أن تكون مشاركة فاعلة ووجوه جديدة تمثل أبناء الشعب العراقي في هذا البرلمان. نتمنى أن الناس تقبل على الإنسان النزيه والكفو، وأن يخدم ناسه ويكون هو يعني يكون قدوة المحافظة لإعمار محافظة بين المحافظات، محتاجة لكل البنى التحتية. ومع بدء العد التنازلي للانتخابات، أعلنت مفوضية الانتخابات في المثنى عن إكمال الاستعدادات ليوم التصويت، داعية أبناء المحافظة لتحديث سجلاتهم الانتخابية. أما المواطن فيجد بهذه الانتخابات الفرصة الحقيقية لتغيير الوجوه التي لم تقدم الخدمة الحقيقية للأهالي. نحن الآن مستمرون بتشجيع بطاقات الناخب العام والخاص كما ذكرنا، تسجيل بايومتر مستمر. الآن أيضا نستقبل طلبات الموظفين الاقتراع الذين سوف يشاركون في يوم الاقتراع من موظفي الدولة والخريجين والحقوقيين حسب الضابط والتعليمات الواردة لنا من المكتب الوطني. إن شاء الله عازمين على الخروج للانتخابات في هذه السنة لغرض تغيير الوجوه إلى وجوه جديدة، ولغرض القضاء على الفساد الإداري المستشري في الدولة. إن الدعوات النشاز التي تدعو إلى عدم الخروج للانتخابات ما هي إلا دعوات للقضاء على العملية الديمقراطية.
وبحسب قراءات المتابعين فإن المثنى سترتفع فيها نسبة المشاركة الانتخابية، لا سيما مع أصرار واضح من المواطنين على التغيير. من محافظة المثنى علي حداد، بلاد الفضائية. تشهد كربلاء المقدسة تحركا عشائريا لاختيار العناصر الكفؤة والنزيهة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، إذ أكد عدد من شيوخ العشائر لقناة بلادي أن الناخبين سيفاجئون المفسدين بعدم السماح لهم بالدخول إلى العملية السياسية. العشائر العراقية في محافظة كربلاء المقدسة تراهن على أبنائها في عملية التغيير في الانتخابات البرلمانية القادمة من أجل حماية التجربة الديمقراطية في العراق باختيار العناصر الكفوءة والنزيهة. يجب على عشائرنا وأخواننا وعقولهم على رؤوسنا مثل ما نقول أنه يمارسون الدور الديمقراطي في تحفيز الشعب العراقي، فيجب أنه توصل شيوخ عشائرنا الكرام أنه يظهرون للشارع أنه يطالبون بالتغيير، تغيير الأصلح فالأصلح فالأكفأ، باعتبار أنه شيخ العشيرة كرئيس دولة لهذه العشيرة كمسؤول كلام أنه يسمع الكلام من قبل أبناء العشيرة مالته. سوف نغير هذه الوجوه بجهود الغيارة من أبناء العشائر، وهذا كلام شرف. علينا أن لا نكرر الخطأ السابق، وكذلك حتى المرجعية أحد فتواته في صلاة الجمعة أكدت، قالت المجرب لا يجرب، فإن شاء الله سوف نكون اليد الضاربة لإسقاط هؤلاء الذي دمروا العراق. عدد من رؤساء العشائر في كربلاء وخلال ندوة حوارية عن دور العشائر في الانتخابات القادمة أكدوا حدوث مفاجآت في السباق الانتخابي القادم من خلال إفشال سعي الفاسدين بالعودة إلى السلطة. أعتقد راح تكون مفاجأة وبها مفارقات كلش كبيرة، لأن الناس ملت، الناس مثلا جزعت، الناس لم تجد من يقدم لها الخدمات طيلة هاي السنين الماضية، ولم تكافئ العشائر بما قدمته، وخاصة بالفتوى للمرجعية من سماحة السيد السيستاني اللي أبنائنا وأولادنا وأخواننا هم كلهم على السواتر الأمامية في محاربة داعش، أضافة إلى الدعم اللوجستي اللي قدمت العشائر. العشائر جزء من المجتمع، مجتمعنا الآن العراقي تقريبا 70% لها تقريبا من المجتمع، يعني اللي نأمله أنه لا تتأثر العشائر بالنسب. يعني أنا هسا الآن شيخ بني طرف، مو أي طرف يرشح انتخبه، أنت جنابك من عشيرة أخرى من شمر أو من نعنزة أو من غيرها، فبالنتيجة يفترض البحث عن الأكفأ وليس البحث عن النسب. توجه عشائري واضح في كربلاء المقدسة في اختيار الشخصيات الكفوءة خلال الانتخابات البرلمانية القادمة. يمكن للعشائر العراقية أن تكون حجر الزاوية في عملية التغيير في الانتخابات البرلمانية القادمة من خلال توجيه أبنائها لاختيار الوجوه الجديدة النزيهة والكفوءة ونبذ المجربة منها. من كربلاء المقدسة عبد الأمير الكناني، بلادي. اجتمع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع النواب الكرد أمس الجمعة بشأن مشروع قانون الموازنة الاتحادية. مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد حاجي أكد أن الاجتماع ناقش ثلاث نقاط مهمة: تشريع البرلمان بتعديل نسبة الإقليم من 17% إلى 12.6%، إضافة إلى مناقشة مواد أخرى جاءت ضمن مشروع الموازنة فضلا عن رواتب قوات البشمركة. وكانت الرئاسات الثلاث حثت على ضرورة إزالة العقبات لتمرير الموازنة الاتحادية بأسرع وقت. رئاسة الجمهورية في بيان لها أوضحت أن اجتماع الرئاسات الثلاث وبحضور رئيس اللجنة المالية وعدد من أعضائها ناقش جميع التفاصيل التي يمكن أن تساعد في سرعة تشريع الموازنة وإقرارها، بالإضافة إلى العمل الحثيث لإزالة العقبات وبأسرع ما يمكن لإقرار القانون بما يخدم الشعب العراقي وعمل مؤسسات الدولة. إلى ذلك أكدت اللجنة المالية النيابية أن مطالب القوى الكردية بشأن الموازنة المالية ليس سوى مزايدات سياسية تهدف لتضليل الرأي العام. عضو اللجنة رحيم الدراجي أوضح أن مطالب الكرد السابقة تم تمريرها في مشروع قانون الموازنة والتي تتعلق بتسمية الأقليم ومطالبهم بشأن البشمركة،
مؤكدا أن استمرار مقاطعة النواب الكرد لجلسات مجلس النواب الخاصة بموازنة العام 2018 يعطل عمله وعمل المؤسسات الحكومية. أكد رئيس كتلة التيار الإصلاح الوطني النيابية توفيق الكعبي تثبيت المبالغ والمستحقات لمحافظة البصرة منذ 2008 في موازنة العام الحالي. اليوم حقيقة على تثبيت هذه المبالغ والمستحقات القديمة من عام 2008، هذا أول منجز إلى محافظة البصرة. نعم. كذلك تم تثبيت 20% إعطاء البصرة من فرق سعر النفط المثبت حاليا بالموازنة والسعر اللي يتم البيع فيه، فأتمنى من المواطن البصري أن يفهم أو يعرف هذه الحالة. اليوم تم تثبيت 46 دولار سعر البرميل، ولكن سعر البيع الآن لربما 60 أو 70 دولار. هذا الفرق المبلغ 20% منه يعطى علما لمحافظة البصرة خلال كل 6 أشهر يدفع. كذلك تم التوصل إلى إعطاء البصرة مبالغ أخرى غير الموازنة من النفط، وهي 80 مليون دولار إلى مشاريع التحلية، تحلية الماء، باعتبار اليوم البصرة الماء فيها مالح، تم تخصيص 80 مليون دولار، وكذلك 200 مليون دولار إلى قطاع النفط، النقل والإنتاج والطاقة، هذا كذلك إلى البصرة. وكذلك ثبتنا إعطاء 50% من واردات المنافذ الحدودية أو بالأحرى من ضرائب المنافذ الحدودية إلى محافظة البصرة. نعم. اليوم نبقى جادين للمطالبة لمحافظة البصرة والمحافظات المنتجة للنفط. أكدت جهة نيابية أن جلسة مجلس النواب المقرر عقدها اليوم السبت ستكون حاسمة للتصويت على جميع بنود مشروع قانون الموازنة المالية. النائب عن الكتلة صفاء الغانم أوضح أن هناك مفاوضات لدخول نواب الكتل الكردية جلسة البرلمان اليوم لضمان التصويت بالإجماع على الموازنة، فيما أشار إلى وجود اتفاق مبدئي لعدم انسحاب النواب وكسر النصاب القانوني كما حدث سابقا. أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي أن العراق ما زال بحاجة للمساعدة من القوات الأجنبية. المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي قال إن القوات العراقية ما تزال بحاجة لمساعدة القوات الأجنبية فيما يتعلق بعمليات التدريب والأمور اللوجستية الأخرى، مبينا أن خطر الإرهاب ما يزال قائما على العراق، خاصة أن الأراضي السورية لم تطهر بعد. جدل التواجد الأمريكي في العراق عاد إلى الواجهة من جديد، لا سيما بعد انتهاء الحرب على داعش الإرهابي وإلزام مجلس النواب الحكومة بتحديد جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية. تصاعد الجدال حول التواجد الأمريكي في العراق، حيث أن البرلمان لم يعطي الحكومة أي صلاحية بهذا الشأن، وشددت بعض فصائل الحشد الشعبي بضرورة الإسراع بخروج القوات الأمريكية، إذ إن هناك عددا من القواعد العسكرية الأمريكية في مناطق غرب وشمال العراق، لا سيما أن العراق ليس بحاجة إلى قوات وقواعد أمريكية عقب انتهاء المعركة ضد عصابات داعش الإجرامية، لكن من حقه التعاقد مع عدد من المستشارين لا لتواجد أكثر من 5000 عنصر أمريكي على الأرض العراقية، في الوقت الذي صرحت وزارة الدفاع الأمريكية بأن قواتها قد بلغت قرابة 9000، وبالتالي فهو أمر لا مبرر له وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الجانبين والتي نصت على عدم تواجد أي قاعدة أمريكية في العراق. أمريكا بدورها لوحت إلى أن تواجد
تأكيدها ضرورة ملحة للحد من عودة داعش للواجهة، حيث أن الأخير راح يتخذ تدابير جديدة لمعاودة نشاطه مرة أخرى. وبما أن العراق يمتلك قوات عسكرية رصينة، فإن جميع الذرائع الأمريكية فندت وليس لها أي أهمية. ويروم البرلمان العراقي في الأيام المقبلة استضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي تحت قبته لمناقشة الأمر، بعدما قدمت لجنة الأمن والدفاع طلبات عدة بهذا الصدد. رئيس الوزراء حيدر العبادي نفى وجود أي قاعدة لقوات أجنبية في البلاد، وأوضح العبادي أن القوات الدولية لا تعمل إلا بموافقة الحكومة، وإن بغداد ستعمل على خطة جديدة لمطاردة بقايا تنظيم داعش على الأراضي العراقية معتمدة على الجهد الاستخباري. حملت حركة تغيير حزبي الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين مسؤولية الأزمة المالية والجوع الذي يتعرض له الشعب الكردي. القيادي في الحركة محمود الشيخ وهاب وصف الأحزاب الحاكمة في كردستان بالفاسدة، مبينا أن تلك الأحزاب أثبتت مرة أخرى أنها تبحث عن مصالحها الشخصية ومنافعها الحزبية. وعلى الرغم من مرور عدة أشهر على تحرير نينوى، ما زال مجلس المحافظة يعجز عن عقد جلسات وحل أزمات المحافظة. أعضاء في المجلس طالبوا البرلمان بحله بعد أن فشل في إداء مهامه. محافظة نينوى نكبة حقيقية على جميع الأصعدة، سواء كانت في التعليم أو الصحة أو الخدمات. أما مجلسها فيعيش نكبة من نوع آخر. هذا المجلس الذي انتخب من قبل أهالي المحافظة في الدورة السابقة لم ينجح في عقد جلسة واحدة طوال الفترة الماضية تناقش أمور المدينة ومشاكلها. لم تنتظم جلسات مجلس المحافظة منذ ما يقارب الستة أشهر حقيقة، كلما نعقد جلسة ويفتتح يكمل النصاب وافتحت جلسة تنسحب بعض الكتل السياسية من المجلس، وهذا يجعلنا أن لا نستمر في الجلسة. كان من المقرر أن تخرج جلسة بقرار يخص قضية مئات أطنان السكراب التي تنقل إلى محافظات إقليم كردستان والمحافظات الأخرى بظروف غامضة وصورة قد تكون غير شرعية، لكن الخلافات تجددت وبدأ الأعضاء يغادرون القاعة واحدا تلو الآخر حتى انتهت الجلسة بفشلها، وتقدم 13 عضوا من أعضاء المجلس بطلب إلى مجلس النواب يطالبون فيه حل مجلس المحافظة بعد أن وصفوه أنه قد أصبح حلقة زائدة لا فائدة منها. انعقدت الجلسة 68 والتي لم يستمر انعقادها بسبب خروج بعض أعضاء مجلس المحافظة وتكرار غياب البعض منهم. في هذه الجلسة كان أهم موضوع هو موضوع إيقاف استنزاف أموال نينوى على شكل مخلفات حرب وسكراب تخرج خارج نينوى، وهذه المخلفات أتت إلى محافظة نينوى على شكل ميزانيات للسنين السابقة. انداعي المحافظ والمجلس المحافظة هو شنو اجتماعهم؟ اجتماعهم ليش؟ هم غير يخلي يشوفون حال الناس، خلي يشوفون الأيمن، هاي حال الأيمن، خلي يشوفون معاناة الناس. أكبر دعاية انتخابية هي الأيمن وأهل الأيمن، إذا يريدون ينجحون حتى الله يرضى عليهم خلي يشوفون حال الأيمن. هو شنو عليش يعقد؟ هو شنو قعدتهم هنا؟ قعدتهم هنا الله أكيد بس يصفطون حاجة وصفطون سوالف. أما الشارع الموصلي لم يكن يطلب من أعضاء المجلس المستحيل، وأغلب أمانهم كانت أن يشاهدوهم بينهم يستمعون إلى همومهم ومشاكلهم ومعاناتهم حتى وإن لم يستطيعوا أن يجدوا لهم الحلول. أكثر من 7 أشهر مضت على تحرير محافظة نينوى، ولا يزال مجلسها يفشل حتى في عقد جلساته، مفضلين الخلافات السياسية والإدارية على جراح أهل المدينة وضواكيهم. بقناة بلاد الفضائية من الموصل محمود الجماس. قتلت القوات الأمنية انتحاريا يقود عجلة ملغمة غرب مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار. وذكر بيان للمركز الإعلامي الأمني أن القوات الأمنية في سيطرة الكيلو 18 بمحافظة الأنبار تمكنت بعد المتابعة والتفتيش من كشف عجلة ملغمة من نوع بيكاب يقودها إرهابي انتحاري، مضيفا أن القوات أطلقت النار على العجلة وفجرتها وقتلت الانتحاري داخلها.
وأشار البيان إلى أن العجلة كانت تحمل مواد شديدة التفجير وقد تمت العملية دون أي خسائر بشرية. أكد قائد خطة فرض القانون في كركوك اللواء الركن معني السعدي أن قواته ستسحق كل من تسول له نفسه المساس بأمن المحافظة. السعدي قال أن هناك تنسيقا كاملا مع كافة التشكيلات الأمنية خارج حدود المحافظة، لافتا إلى أنهم جاهزون لتلقين كل من يحاول زعزعة أمن وسلامة المواطنين. وأضاف السعدي أن القوات المشتركة عازمة على ملاحقة خلايا داعش النائبة في جميع المحافظات المحررة. استمرار انقطاع الجسر الرئيسي الرابط بين الجانبين الأيمن والأيسر للشرقات دفع المواطنين للاستعانة بالعبارة والقارب للتنقل ونقل البضائع، ما زاد من معاناتهم وصعوبة تواصلهم. طلب الأهالي الحكومة العراقية والجهات المعنية بالإسراع في إعادة تأهيل ذلك الجسر. قطع الجسر الرئيسي الواصل بين جانبي الشرقات الأيمن والأيسر قطع سبل الحياة مما اضطر بالمواطن الرجوع إلى استعمال القارب للتنقل ونقل البضائع، وهذا ما شكل عبئا أضيف إلى أعباء صعوبة الحياة وقلة الخدمات. الضفة اليمنى انفصلت عن الضفة اليسرى، هذه المواطنين بهذه الضفة يعانون جم المعاملة، انقطعت لأنه من تنقطع وسائل الحياة، وسائل المواد الغذائية إضافة للخدمات الطبية إضافة إلى كل شيء الوقود. لأن هذا الجسر يعتبر الشريان الرئيسي لمدينة الشرقاط، ويعني المواطن اصبح هماتين في خطر، لان هذا الزورق كلش خطر، احتمال اثنين ثلاثه يعني يميلون صفحه يوقع الجسم وبعدين العالم تخسر ارواحها. ثق بالله تدمرنا دمار، ما السياره بالبلم، الطحين بالبلم، المواد بالبلم، الحطام، المريض، العده حامل، ثق بالله كل هذا نجاي اقول لك. مواطنو الشرقاط وما واجهوه من مخاطر نتيجة عدم إعمار الجسر حتى بعد تحرير الشرقاط بالكامل يؤكدون أن معاناتهم انعكست على القوات الأمنية أيضا في صعوبة تنقلاتها، فلا يوجد غير العبارة التي تحطمت هي الأخرى وكادت أن تودي بكارثة حقيقية. الكارثة التي وقعت في موضوع العبارة جرس إنذار لأن تلتفت الحكومة بشكل جدي إلى موضوع الجسور في عموم محافظة صلاح الدين وفي قضاء الشرقاط بشكل خاص. ليست فقط الأهالي يعانون من هذه المسألة، القوات الأمنية في تنقلها في حركاتها، يعني كما معلوم أنه يعني هناك بقايا لعناصر داعش الإجرامي بحاجة القطاعات الأمنية إلى أن تتنقل بيسر وسلاسة وسرعة لمعالجة أي حالة يعني تظهر لا سمح الله يعني من أصابات داعش، يعني لازلنا نشعر بالتهديد من هذه الحالات، فإذا لم تكن هناك جسور كيف يمكن أنه للقطاعات الأمنية أن تتنقل بسهولة لمعالجة هكذا خروقات؟ حالة تعكس صورة محافظة صلاح الدين وحاجتها لإعادة إعمار البنى التحتية، فنسبة الدمار أوقفت معظم مفاصل الحياة فيها، وهذا ما تطلب الوقفة الجادة من قبل الحكومة سواء كان بقراراتها أو بسرعة التنفيذ. لم يبقى للجانب الأيسر والجانب الأيمن من الشرقاط بعد قطع الجسر الرئيسي الواصل بينهما غير هذا القارب، فهو الوسيلة الوحيدة للتنقل ونقل البضائع بين الجانبين. لبلاد الفضائية فراس الحسن، صلاح الدين. المعين المتفرغ إنسان اختار طوعا أن يعطي وقته وحياته وكل ما يملك من طاقة لإعانة معاق، إلا أنه يعاني اليوم من ضعف الراتب والتخصيصات المالية الخجولة. الكبكة أنت أنا أفري أفري. كثيرا ما يثير المشاعر الإنسانية القصص التي تتحدث عن ذوي الاحتياجات الخاصة أو المعاقين في العراق، ونتيجة للحروب والانفجارات الإرهابية والتشوهات الخلقية تزايدت الأعداد إلى ما يقارب 4 ملايين معاق، وقليلا ما تشير هذه القصص إلى من اختار أن يكون معاقا طيلة سنوات حياته وينذر نفسه لإنسانيته وحنانه ومشاعره ووفائه. إنه المعيد المتفرغ لخدمة المعاق، وبحسب القانون صنف المعين إلى نوعين: الموظف الذي يمنح إجازة براتب كامل وحقوق كاملة، والنوع الثاني المعين غير الموظف، وهنا تأتي المفارقة. القانون رقم 38 لسنة 2013 ينص على أنه إذا لم يكن موظفا
ففي هذه الحالة يتقاضى السلم الأدنى من الراتب وقدره 170,000. 170,000 لا تمثل شيئا بهذا الظرف الصعب. هذا التعديل يجب أن يكون تعديلا كما تعرف تعديلا قانونيا، والتعديل القانوني يخضع إلى عرض على مجلس النواب. الهيئة الفتية بتخصيصاتها المتواضعة استطاعت أن تستوعب طيلة الفترة الماضية ما يقارب 30,000 معين، وحتى التعديلات الدستورية تنتظر دورها في أولويات البرلمانيين المشغولين بمكاسبهم المالية وسياسية، ولا تزال أعداد كبيرة جدا قد تصل إلى الملايين تنتظر شمولها بفتات يعينها على خدمة المعاق. طموحنا أن نشمل جميع من يحتاج إلى معين متفرغ، لكن قلة التخصيصات أصبحت عائق أساسي في منح على أقل تقدير الحد الأدنى للراتب للمعين المتفرغ. الأعداد الحقيقية طبعا تحتاج نسبتها كلش عالية، لكن بيانات دقيقة لحد الآن لم تتوفر، فقط بدينا نحصي حسب التخصيص المالي. من خلال قناتكم الكريمة ناشد كل الجهات بزيادة هذه المبالغ المخصصة لهيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، سواء بميزانيتها التشغيلية لتمكين هذه الهيئة من القيام بواجباتها تجاه هذه الشريحة، وكذلك أيضا ميزانيتها الخاصة برواتب المعينين المتفرغين، لأن هناك أكثر من 15,000 طلب ستاند باي متوقف حاليا لعدم وجود تخصيصات مالية مقررة للهيئة. موضوع آخر يكشف فشل الحكومة والبرلمان في تقديم الخدمات والمعونات للمعين لحفظ كرامتهم، فحتى الوزارات الخدمية تعطلت بسبب الخلافات البرلمانية والفساد الذي حول العراق الغني إلى بلد فقير يرثى له. وربما يشكل انبثاق هذه الهيئة اليوم عامل إيجابي ومساعد، وأن كانت متأخرة بعض الشيء، ولكننا ما زلنا نتحدث عن إمكانية دولة لم تتجاوز 30,000 شخص، في حين هناك الملايين ينتظرون أن يشملوا في رعاية الدولة. لبلاد الفضائية علي رمضان، بغداد. عند الحديث عن الخطوط الجوية العراقية يلوح في الذاكرة العمل الجاد وتقديم الخدمات للمواطنين، فضلا عن تحقيق مكاسب مادية لخزينة الدولة، إلا أن الشركة باتت اليوم تعاني ظروفا قاسية وصعب أبرزها إقالة العديد من كوادرها وقطع رواتبهم لمدة لا تزيد عن 7 أشهر متتالية. لنتابع. عام 1945 تأسست الخطوط الجوية العراقية، واستمر معها العمل وصولا إلى سبعينيات القرن الماضي، حين أصبحت الخطوط الجوية من أفضل شركات الطيران المدني في المنطقة، وامتلاكها أسطولا 19 طائرة. وأمست بغداد آنذاك محطة التقاء بين القارتين الأفريقية والأسيوية ملاحيا ومأوى للتجارة العربية، لكن هذه الصدارة لم تدم طويلا، سرعان ما تخبط النظام المقبور وأدخل البلاد في حروب حتى سقط. بعد عام 2003 لم يكن الحال أفضل مما هو عليه، استمر التراجع حتى وصل العراق إلى مراحل متأخرة في ترتيب الملاحة الجوية الدولية، ومنعت الخطوط الجوية العراقية من شراء أي طائرة بسبب عقوبات مجلس الأمن في ملف الكويت، ووصل التخبط والتراجع إلى حد المنع من التحليق في السماء الأوروبية لعدم استيفائها شروط السلامة العامة. يعني رحلاتنا شاهدت بذلك الوقت في 1945 للخمسينات للستينات للسبعينات كانت توصل لأوروبا، في ذلك الوقت كان يعني دول الخليج ما تملك هذا الأسطول من الطائرات. مشاكل عديدة تبينت حين وصلنا إلى أحد مكاتب الخطوط الجوية العراقية في بغداد، والتي يعتبرها الكثير هي أحد أسباب تراجع الخطوط بين شركات الطيران العالمية. الموظفين الذين تم قبولهم من أصحاب الشهادات العليا والأوائل على كلياتهم تم الاستغناء عنهم بقرار مفاجئ من قبل مجلس الوزراء بعد سنتين من تعيينهم. تفاجئني بداية سنة 2017 تقريبا نص سنة 2017 بكتاب من رئاسة الوزراء إنهاء جميع العقود في الخطوط الجوية العراقية. بس قبل فترة كان يعاني من المشاكل، إنه ماكو يعني شلون يقولون الطيران مو مضبوط، يعني التوقيت مالتهم عندهم سفرة ثانية غير مكان. ومن الجدير بالذكر أن أحد مكاتب شركة الخطوط الجوية العراقية
من أصل 7 في بغداد قد ورد الدولة أكثر من 2 مليون دولار في شهر كانون الثاني وآذار فقط من مبيعات تذاكر الطيران للشركة العراقية المحلية الحكومية. بعدما كان الطيران المدني العراقي والخطوط الجوية العراقية تتصدر قائمة طيران المنطقة، تتراجع اليوم إلى مراحل متأخرة بسبب عوامل عديدة أهمها وصول حيتان الفساد إلى هذا الملف الاقتصادي المهم والذي يورد الدولة ملايين دولارات. من داخل الخطوط الجوية العراقية، أحمد العبودي، قناة بلادي. أضحى سوء خدمة الإنترنت والاتصالات أبرز المشاكل اليومية التي يعاني منها المواطن. أجور مرتفعة وخدمات رديئة تكشف حجم الفساد الذي يحويه هذا الملف الشائك. تكلفة الإنترنت في العراق تعد الأعلى بين دول العالم رغم رداءتها، حيث تقدر أعداد المشتركين بخطوط المنازل والدوائر وغيرها أكثر من 8 ملايين مشترك، أما المشتركون عبر شركات الاتصال فتقدر أعدادهم ب10 ملايين، فيما تقدر أرباح الشركات سنويا بأكثر من 20 مليار دولار، لا تحصل منها الحكومة إلا على مبالغ تكاد تذكر. فالشركة العامة للاتصالات أعلنت أن إيراداتها من الأنترنت تبلغ 150 مليون دولار سنويا مقابل 10 حزم ضوئية فقط مسجلة لدى هيئة الضرائب والاستثمار، لكن المفارقة في تعاقدها مع 5 شركات موردة للأنترنت يصل مجموع سعاتها إلى 90 حزمة ضوئية، وهذا يعني أن 80 حزمة مهربة من التسجيل تضيع إيراداتها التي تقدر ب1.2 مليار دولار سنويا. كما تستورد الشركة الوطنية للاتصال سعات من دول الجوار عبر شركات وسيطة، وهي كل من شركة سكوب سكاي وأي كيوون وروستيل وإيرثلينج وسرد. هذه الشركات تدفع تكاليف الاستيراد والتشغيل مقابل بيعها الانترنت للمواطنين وفق ما تحدده من أسعار وبمعزل عن هيئة ووزارة الاتصالات. أما وزارة الاتصالات فقد باشرت بمشروع سيمفوني أو المشروع الوطني للانترنت كما تسميه، الذي سيعتمد على نظام المشاركة أيضا، فهو يستخدم شبكة الكابلات التابعة للشركة أو للشركات الخمس آنفة الذكر. هذا المشروع تقدر أرباحه السنوية ب1.25 مليار دولار، فيما لن تحصل الحكومة منها سوى على 200 مليون دولار، وما تبقى سيكون من نصيب أصحاب الشركات المستثمرة وأبرزهم شخصيات نافذة في أحزاب كردية. وغير بعيد عن الأنترنت فقطاع الاتصالات اللاسلكية يعصف به الفساد هو الآخر، فالشركات العاملة في هذا القطاع تستخدم أبراج الاتصالات ومنظومات ذات موجات قصيرة وتردد عالي. هذه التقنية تعد الأرخص على مستوى العالم لرداءة ما تقدمه من خدمة اتصال، كما أن أغلب بلدان العالم قد غادرتها لتأثيرها على صحة الإنسان، فهي تتسبب بالسرطان وتؤثر على الكروموسومات المسؤولة عن نقل الصفات الوراثية بشكل يدمر الأجيال القادمة. فساد وسرقات تجري في وضح النهار أمام مرأى ومسمع عشرات المؤسسات والجهات المسؤولة والرقابية. هذا كل ما لدي، وهذه عودة للزملاء في الاستوديو. تابعتم وتتابعون أيضا في هذه النشرة. بختام زيارته موسكو، الدكتور الجعفري يؤكد أن سيادة العراق خط أحمر وغير قابل للعبور والمساومة. تيار الإصلاح الوطني يواصل حث المواطنين على مشاركة فاعلة بالانتخابات ويجدد ضرورة اجتثاث المفسدين. البرلمان يستأنف جلسته اليوم، وتأكيدات نيابية على أنها ستكون الحاسمة للتصويت على جميع بنود مشروع قانون الموازنة. أسلحة لا تقهر، تحدث عنها بوتين، تثير قلق الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة، تدعو لحوار إيجابي لمحاصرة التوتر المتصاعد. من جديد أهلا بكم. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده أجرت تجارب ناجحة على صواريخ بمحركات نووية،
وقال بوتين أن جميع التجارب تمت بنجاح، وكل واحدة من هذه المنظومات لها مراحل استعداد مختلفة وبعضها دخل المناوبة القتالية. بوتين شدد على أن كل منظومة أسلحة وردت في حديثه أمام الجمعية الاتحادية الروسية أمس الأول تتغلب بسهولة على أي منظومة دفاعية وخاصة الأمريكية المضادة للصواريخ. هذا فيما أبدى رؤساء كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا قلقهم الشديد من تصريحات الرئيس الروسي بشأن تطوير الأسلحة النووية. وأقل البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث في اتصالين هاتفيين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أنجيلا ميركل، وإن الزعماء عبروا عن قلقهم الشديد والبالغ بشأن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الأسلحة النووية الروسية وعواقبها على جهود ضبط منظومة الأسلحة في العالم. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس دعا روسيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى إجراء حوار إيجابي لمحاصرة التوتر المتصاعد منذ إعلان موسكو بدء تطويرها للأسلحة الاستراتيجية الجديدة التي لا يمكن اعتراضها. غوتريس أعرب عن أمله في رؤية حوار إيجابي جاد بين روسيا والولايات المتحدة وبقية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. عدت كوريا الشمالية مزاعم واشنطن بشأن استخدام دمشق للسلاح الكيميائي محض افتراء وهدفها هو تبرير العدوان على الأراضي السورية. الخارجية الكورية قالت في بيان أن على المجتمع الدولي إدراك أن الولايات المتحدة هي أول دولة استخدمت الأسلحة الكيميائية في العالم، موضحا أن تصريحات واشنطن بشأن وجود تعاون بين بيونغ يانغ في صناعة الأسلحة الكيميائية هي مؤامرة جديدة لتبرير عدوانها على سوريا ووسيلة لفرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية. لتحشيد المواقف المناوئة للحكومة السورية تمارس واشنطن وحلفاؤها ضغوطا من خلال اتخاذها ذرائع عدة من بينها ما زعم باستخدام دمشق للسلاح الكيميائي. اعتراض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أسلحة نووية جديدة وتأكيده على حق بلاده بالدفاع عن حلفائها، جاءت تهديدات أمريكية أوروبية بضرب دمشق تحت ذريعة الكيميائية في الغوطة الشرقية التي تحتدم فيها المعارك بشكل كبير. عقب ذلك جرت اتصالات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأخرى بين ترامب أيضا والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إطار التحشيد الدولي وجمع المواقف الضاغطة على روسيا حليفة سوريا. وفي الوقت الذي فرض فيه مجلس الأمن وقفا لإطلاق النار لمدة 30 يوما، قدمت واشنطن لمجلس الأمن مشروع قرار يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية تحت مسمى آلية التحقيق الأممية المستقلة، تكون مدة تفويضها سنة واحدة للوقوف على الهجمات بالسلاح الكيميائي في سوريا والتي اتهمت فيها الأخيرة جماعات إرهابية بالوقوف وراء استخدام مثل هذه الأسلحة، في وقت دعت فيه موسكو وواشنطن للالتفات إلى المدنيين في الغوطة ومناطق أخرى بدل الاتكاء على الاتهامات من جانب ودعم مسلحين إرهابيين من جانب آخر. أمير غازي، قناة بلادي. ميدانيا في سوريا، تمكن الجيش من تحقيق تقدم ميداني ومفاجئ على محاور الغوطة الشرقية وسيطر على مساحات ومواقع جديدة كانت تحت سيطرة إرهابي النصرة. يأتي هذا في وقت الذي منعت فيه المجاميع المسلحة المدنيين في الغوطة الشرقية من مغادرة المناطق الخطرة. وقال قائد المركز الروسي للسلام والمصالحة في سوريا يوري يفتوشينكو أن المسلحين يخرقون اتفاق وقف إطلاق النار في 5 محافظات سورية، مبينا أن مدنيا قتل وأصيب 6 آخرون نتيجة قصف للمسلحين على مناطق سكنية في دمشق وضواحيها بالساعات الماضية. رجحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف دخول أولى قافلات المساعدات إلى الغوطة الشرقية غدا الأحد،
وذكر مدير اليونيسف في الشرق الأوسط خيرات كابالاري في مؤتمر صحفي أن من المؤمل أن تؤمن الحكومة السورية دخول قافلة من المساعدات لنحو 180 ألف نسمة في بلدة دوما بالغوطة الشرقية في ريف دمشق الأحد، مشيرا إلى أنه لا توجد أي مؤشرات تؤكد الاتفاق على دخول قوافل أخرى من المساعدات لباقي سكان الغوطة البالغ عددهم 400 ألف. وعلى الرغم من استمرار الهدنة في الغوطة الشرقية بسوريا إلى أن الإرهابيين ما زالوا يواصلون قصف ممرات خروج المدنيين لاستخدامهم كدروع بشرية ضد تقدم الجيش السوري. اليوم الثالث على التوالي يستمر المسلحون في منع المدنيين من الخروج من الغوطة الشرقية مستهدفين المعبر الإنساني بين الغوطة ومخيم الوافدين بالقذائف ورصاص القنص. المعلومات من داخل الغوطة تتحدث عن المئات من العوائل الرغبة في الالتجاء إلى الدولة والفرار من جحيم المسلحين الذين يفرضون طوقا على الغوطة الشرقية وأهلها، مهددين حياة كل من يقترب من المعبر الإنساني. هنا تظهر مزارع دوما حيث أقرب نقطة للمسلحين لا تبعد سوى أقل من 100 متر عن مناطق سيطرة الدولة، حيث نقف الآن هنا على المعبر الإنساني الذي خصص لخروج المدنيين، ولكن حتى الآن المجموعات المسلحة تمنع خروج أي مدني رغم اجتماعهم داخل المزارع وداخل مدينة دوما. طبعا المجموعات المسلحة تحاول منع المدنيين من الخروج مستهدفة هذا المعبر برصاص القنص وبالقذائف لليوم الثالث على التوالي. متواجدين على معبر مخيم الوافدين الآمن والوحيد في لحد هاي اللحظة، سيارات مجهزة على مدار 24 ساعة، المستوصفات مفتوحة على مدار 24 ساعة، موجودة فيها جميع الخدمات الطبية اللازمة بأحدث الأجهزة لاستقبال أي حالات إنسانية ممكن تخرج من الغوطة الشرقية. ولكن اللي لوحظ يعني واللي ما عم نسمعه أنه في قبول على الخروج من أهالينا في الغوطة الشرقية، ولكن عم يتم منعا من قبل المسلحين بقوة السلاح. الدولة السورية تستمر باستنفار كل كوادرها تحضيرا لاستقبال مدنيي الغوطة، حيث كانت قد جهزت مركز إيواء الدوير بمنطقة عدرا ليستوعب الآلاف من النازحين الذين سيضافون إلى النازحين الموجودين في المركز منذ سنوات والذين تؤمن لهم الدولة كل احتياجاتهم. فالعديد من أهالي الغوطة هنا ينتظرون أن يلتئم شملهم مع أقاربهم المفترض خروجهم من الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني، كل ذلك وسط أمنيات يعبر عنها أطفال الغوطة النازحين بأن يعلو صوت الفرح والسلام على صوت الموت والإرهاب. نحن بنتمنى انه يختفي كل صوت الانفجارات ويضل صوت الموسيقى بحياتنا والسلام والحب. هلا احنا هون بشكل عام انه كل شيء شو ما بنطلب فيه، وهون في مدارس وفي، وانا كنت شو اسمه انا بصف الرابع وعازف كمان، وبنتمنى انه يطلعوا اللي جوا من الغوطه قرايبيننا بيت عمنا واخواتي. ناطرين اهل الغوطه ليطلعوا، تطلع الاولاد والختاير وكله، يعني حرام لحد الان ما خلوهم يطلعوا، بفكروا شوي بس بالاطفال والعجايز، يعني هدول المسلحين اللي جوا كمان ما بيصير هالشيء اللي عم يسوي، فكروا بس بالعجايز والاطفال، ما بدنا اكثر من هيك، وكل شيء مهيئ لهم هون. وبانتظار خروج المدنيين من الغوطة الشرقية تستمر التحضيرات لاستقبالهم وتلبية كل احتياجاتهم، كما ترتفع دعوات النازحين من أهالي الغوطة بنهاية قريبة للوجود المسلح في مناطقهم بأي وسيلة والعودة إلى ديارهم بأسرع وقت ممكن. سامر زرقة، بلاد الفضائية، من مركز إيواء الدوير، ريف دمشق. النشرة انتهت وكان فيها. بختام زيارته موسكو الدكتور الجعفري يؤكد أن سيادة العراق خط أحمر غير قابل للعبور والمساومة. تيار الإصلاح الوطني يواصل حث المواطنين على مشاركة فاعلة بالانتخابات ويجدد ضرورة اجتثاث المفسدين. البرلمان يستأنف جلسته اليوم وتأكيدات نيابية على أنها ستكون الحاسمة للتصويت على جميع بنود مشروع قانون الموازنة.
أسلحة لا تقهر، تحدث عنها بوتين، تثير قلق الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة، تدعو لحوار إيجابي لمحاصرة التوتر المتصاعد.